انت هتخرف الراجل انت؟ لا باشا، انا بهلوس يا باشا، انا مسؤول عن كل كلمه بقولها. ولا احنا عشان احنا غلابه وصوتنا مش مسموع نتنس تحت الرجلين يا باشا؟ قلبي اعصابي تعبان، هيغمى عليا وبعدين يا حبيبتي حصل ايه؟ ابويا طفش من امي، امي طفشت مني، ولقيت نفسي كده لوحدي في الدنيا، ولا خال ولا عم ولا جد ولا اخوان. وشفت حضرتك وحسيت يعني انك انت بتعتفي على المساكين اللي زيي، قلت يعني اجي لحضرتك انت عشان ما فيكي غير، اقبليني عندك كده حتى لو خدامه ان شاء الله، حتى بلقمتي وانا ابوس ايديكي كل يوم الصبح. يا حبيبتي انا قبلكي تقعدي معايا لحد ما انكل سامي ياخد اجراءات رسميه انك تقعدي معايا هنا على طول. ليه يا سماح؟ طب معاك ازاي يعني؟ بصفه ايه؟ لسه ما فكرتش. اتجننت يا سماح؟ اتجننت عشان هتبنى بنت اتشردت من غير ذنب؟ اصل يا سماح يعني احنا اول مره نشوفها دلوقتي، ما نعرفش اذا كانت اللي بتقوله ده صدق ولا كذب. يتقطع لساني كده يا سعاده البيه لو كنت بجد. طيب يا حبيبتي روحي انت دلوقتي وهنتكلم بعدين. اروح فين؟ ده محروسه، ده محروسه. افندم استهان، لو سمحتي يا عيشه تاخدي البنوته دي توديها عند ده محروسه عشان تطلعها عند البنات، وشوفيها لو عايزه تاكل حاجه او تشرب. حاضر استهان، اتفضلي معايا. يلا سماح، انت مستوعبه اللي بتعمليه ده؟ يا بنتي هو انا مجنونه؟ لنار ما تقصدش يا سماح، هي قصدها بس ان الموضوع ده في منطقه الخطوره، فكري فيه شويه وبلاش استعجال. مش اي واحده كده تشوفيها في الشارع وتقعد قدامك وتصعب عليكي تاخديها وتتبنيها، ما ينفعش. هي يعني الاجراءات دي هتتم في يوم وليله؟ وبعدين هو انت مش هتساعدني فيها ولا هتسيبني كده؟ انت عارفه كويس قوي ان انا عمري ما هسيبك وعمري ما هتخلى عنك ابدا. خلاص اوكي، على ما تاخد الاجراءات اكون انا فكرت كويس. طب والبنتين اللي كانوا جايين يسرقوا الفيلا وقعدتيهم معاكي هنا، هتعملي معاهم ايه؟ اوعي تقولي لي ان انت هتتبنيهم هما كمان. اطفالي ترزعي هنا لحد ما اجيب لك الاكل. ما احنا فتحناها سبيل لاولاد الشوارع. ربنا يجيلك على قد نيتك ويسعدك رغم قسوتك عليا. بقول لك ايه يا بنت انتي، ما تضحكيش عليا بكلامك ده. انا هجيب لك الاكل زي الهانم ما قالت، ومش عايزه زيطه ولا دوشه، مفهوم؟ اهلا اهلا بالخيبه. انت ايه اللي حدفك علينا يا بنت حدوته؟ انت وقعتي انت كمان يا فلحوسه. فاشر، انا جايه هنا بمزاجي، جايه اخلصكم اللي انتوا فيه وابعت لكم كلمتين من المعلم. بنت انت هات اللي عندك يا ودان ودماغي المعلم. لا ودلوقتي بقت ايه؟ لسان المعلم كمان. ايوه يا ست لماطه، عينيه وودانه ولسانه، ان كان عاجبك وقصري في الكلام معايا عشان ما اروحش اقول له مش عايزين يسمعوا منك حاجه. لا والنبي انت ليه هتكعبي لنا مع المعلم؟ كفايه الوقعه الصدى اللي احنا وقعناها. بقول لك يا بنت حدوته، هو المعلم عامل ايه دلوقتي؟ والواد الكتف لما راح قال له ان احنا وقعنا، قال له ايه؟ ومستحلف لنا بايه؟ ايوه والنبي احكي لنا يا حدوده، احنا نفسنا نعرف. بشويش واحده واحده عليا، كله باوانه. المهم دلوقتي تسمعوا الكلمتين اللي بعتهم المعلم وتحطوها حلقه في ودانكم عشان ما تقعوش في المحظور، وزي ما قال لي هقول لكم. انا شايف انك تسلميهم لاي دار ايتام، بس دول ليهم اهل على حسب ما عرفت منهم قبل كده، واهاليهم سايبينهم للراجل اللي مشغلهم حراميه. كمان تلاقي اهاليهم دول اللي بيقبضوا عليهم فلوس. معقول يسلموهم بايديهم للبهدله؟ مش معقول. ليه يعني؟ في حد يهون عليه ولاده ويسيبهم يتبهدلوا كده؟ الدنيا فيها كتير قوي يا سماح، انت بس اللي مش واخده بالك. لا كده بقى الموضوع شرحه هيطول وانا ما اقدرش اتاخر اكتر من كده. لا شرح ولا حاجه يا ست، انا كمان لازم امشي عشان عندي محكمه بدري، بالمره اوصلك في سكتي. ايه ده كلكم هتسيبوني لوحدي؟ انا اذا كان عليا عايز عسكر هنا، بس فعلا لازم اكون في المحكمه 8 الصبح. طيب اوكي، بس ما تنساش بكره تيجي بدري شويه. بس كده؟ حاضر يا ستي، هطلع من المحكمه عليكي هنا، بالمره نتغدى سوا. والله فكره، وامجد ودينار يتغدوا معانا. طب اروح انا بقى اجيب شنطه هدومي واجي عسكر انا كمان هنا. على فكره يا سمسمه، انا كمان طفله مشرده ومحتاجه حد يتبناني، وليكي عليا يا ستي اقول لك يا ماما سماح. ايه رايك بقى؟ انا اتبناكي من غير تردد.
بقى موضوع براءة عابر ده محتاج معجزة. الملف القضية اتقفل بموت الجاني. انا مش عارف انت وامجد يعني شغلين نفسكم بالحكاية دي قوي كده ليه؟ بصراحة يا استاذ سامي امجد هو اللي هيتجنن بسبب اتهام عابر بجريمة زي دي. ده كمان عاوز يثبت براءته، ومش امجد وبس، ده سماح كمان. يا سماح كانت سماح كانت ايه؟ تقصد يعني انها انشغلت بحد تاني؟ لا 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 انا ما اقصدش، انا قصدي يعني انها تنشغل بموضوع الاطفال ده عشان تخرج الحزن اللي جواها، واحنا كمان لازم نقف جنبها ونساعدها على الاقل عشان ترجع انسانه طبيعيه زي الاول. دي فكره عبقريه، ازاي انا ما فكرتش فيها قبل كده؟ موضوع الاطفال ده صميم شغلها. بس اللي انا مستغربه له ازاي تتبنى طفله من الشارع ما تعرفش عنها اي حاجه. مش مهم، المهم عندنا انها تخرج من الحزن اللي هي فيه ده وترجع انسانه طبيعيه. يلا بقى عشان عندي محكمه الصبح بدري لازم انام. انا اسفه قوي يا استاذ سامي، لو كان الوقت بدري شويه كنت قلت لك اتفضل تشرب فنجان شاي، لكن من غير لكن. تصبح على خير. اوكي باي باي. اخو تمام. ابويا يا ست هاني هو اللي مبعزقني انا واخواتي الخمسه في الشوارع عشان خاطر نجيب له حق الصنف اللي بيعدل بيه دماغه. صنف؟ صنف ايه؟ المخدرات يعني يا ست هاني. هو ما بيشتغلش؟ لا بيشتغل. بيشتغل ايه؟ يخلف عيال ويرميهم في الشارع عشان خاطر يلم من وراهم حبه الفلوس. ومامتك فين؟ ام الله يرحمها. حبيبتي ماتت؟ ماتت، واتجوز بعدها اتنين، وجايب لحد دلوقتي اربعه غير اخواتي الخمسه. ومحدش في اخواتك خالص دخل اي مدرسه؟ ولا حتى اتفرجنا عليها في التلفزيون. يا ريت انا بقى كان ليا اب وام، ان شاء الله حتى يكونوا ماتوا بدل ما انا عامله زي القشايه كده بين السماء والارض. حبيبتي كلنا اخواتك. انت ما قلتليش اسمك الحقيقي ايه يا لمادة؟ منى. الله اسمك جميل قوي يا منى. ده انا كنت قربت انساه يا هاني. هو في حد برضه ينسى اسمه يا منى؟ لما تكون الدنيا بتنسى البني ادم نفسه يبقى هو كمان لازم ينسى حاجات كتير، اولها اسمه. خلاص احنا من دلوقتي نتعاهد ان كلنا ننادي بعض باسامينا الحقيقيه. ومالها اسامي الشقاوه كده والعفرطه؟ مش احنا اتفقنا يا حدوته ننسى اسامي الشقاوه والعفرطه دي ونفتح صفحه جديده ونبتدي حياه جديده ونبقى عندنا اسامي الدنيا الحلوه والبنات الحلوين المؤدبين اللي بيحبوا كل الناس. عشان كده انت لازم تقولي لي على اسمك الحقيقي ننادي لك بيه كلنا. بس انا ما اعرفش غير اسم حدوته، وبحب اسم حدوته، اسم كده فيه حكايه مش اسامي الهايفه بتاعت اليومين دول. طب انا اعمل فيكي ايه بلمضتك دي؟ انت اللي كان المفروض يسموكي لمادة مش منى. اوعي تقولي كلمه كده ولا كده. ها اوعوكي النيابه ولا الضابط يوقعوكي في الكلام. تقولي الكلام اللي انا محفظه لك بالظبط. اوعي تقولي ان انا بعلمكم الرقص. انا بعلمكم ايه؟ بتعلمينا اسمه ايه ده؟ ها التريكو. وايه كمان؟ وبتعلمينا الغسيل والطبيخ. شاطره اهو كده بقى تبقي حبيبتي بنتي. حد فيك عايز حاجه تانية يا بنات؟ شاكرين يا هاني. ببلاش هاني دي عشان دمها تقيل قوي. امال نقول لك ايه يا ست هاني؟ يعني قولي لي قبله مثلا. متشكرين يا قبله سامية. العفو يا حبيبتي، تصبحوا على خير. وانتي قبله. انا كنت ههرب يا قبله لكن دلوقتي لا، احساسي بالامان هو اللي هيقعدني هنا. تصبحوا على خير. يا ريت اقضي بقيت عمري كله هنا. عارفه يا لمضة اول مره احس بالامان وعيش زي ما انا عايشه دلوقتي. ويهون عليكي بابا مرزوق وماما كهرمانه يا ست سهى انت ولمضة. ايه ده يا بنت انت كل ده ما كنتيش نايمه؟ ولا عليا غفلت وسامعه كل حاجه ومسجلاها. هنادي بابا. هنادي القبلة سماء. والله لا هنادية.
البيت يومين ثلاثه كمان، نتهنى بالنعيم اللي احنا فيه ده كله، وبحنيه الهانم اللي طول عمرنا محرومين منها. وحنيه الست الهانم هتحوش عنكم كرباج المعلم اللي هينزل يرف على جدتكم. دي حنيه يوم ولا اتنين وبعد كده هتزهق منكم وترميكوا بره. لا 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 يا حدوته، ما افتكرش ان الهانم من النوع ده. واللي قاله المعلم عنها كده نسيتوه فجاه؟ معلم ايه يا ام معلم؟ انت يا بنت بتصدقي كلام الراجل الخرفان ده؟ انت ما فيكيش مخ كده خالص يا بنت. دي بتعاملكم زي ما الجزار بيعامل التبيحه بتاعته قبل ما يذبحها، يقعد ياكلها ويشربها مفيش مانع كمان يحميها وبعد كده. يا عبيطه، ده كلام المعلم بيقوله عشان يضحك بيه على عقول العيال اللي قدك. صدقي بالله انا ما كانش داخل دماغي الكلام اللي بيقوله، بس دلوقتي دخل دماغي وصدقته بعد ما شفت حنيه ست الهانم ازاي ده قوي دي. انا هروح واقوله ان انتوا لازقين في بعض، وهقوله ان انتوا بعتوه واشتريتوا الست الهانم. لا 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 يا حدود، مش للدرجه دي. ما ترسلك على بر، انا مش عايزه وجع دماغ ولا منكم ولا من الست الهانم بتاعتكم دي. على رايك الهانم فعلا مش دايما كده، تبقي كبرتي في نظري بصحيح وتبقي طالعالي. يلا بينا ورايا. على فين؟ هنهرب. عندك اعتراض؟ نهرب؟ ده احنا قبل كده جربنا ان احنا نهرب من هنا معرفناش خالص. علشان خيبه ومفيش مخ، انا بقى ههربكم. يلا ورايا. ايه وقفتي ليه؟ معقول نبقى في القبهه دي كلها ندخل للمعلم؟ ايه دي فاضيه؟ لا يا حدوته انا مش معاكي في كده، وبعدين مش معقول بعد الكرم اللي الهانم عملته لنا ده كله نسرقها في الاخر واحنا ماشيين كده. يا لماضه ماشي اهي الساعه. ايوه كده يا حدوته، ولو حبيتي تقولي للمعلم قولي له. موافقه على الكلام ده يا سهى؟ انا يا حبيبتي ابصم بالعشره كمان. ماشي هنتحاسب بعدين. وراي هنا ولا المعلمة يا لماضة باين لها قصر. يكونش اتقبض عليهم لما الهانم بلغت عنهم؟ يا مصيبتي، يبقى هيحطكوا في دماغهم مش هيسيبكوا لما يخرج. والحل يا لماضة؟ يعني هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ احنا كده يا بنتي ضعنا من كله. ما تقلقوش انا مستعدة لمرض، بس نتعاهد الاول. على ايه يا دماغ المعلم؟ تجيبولي كل يوم شوكولاتة على حسابكم، موافقين؟ نفضوا الفيلا وهربوا. ما انا قلتلك يا استاذه البنات دولت ما يتامنوش خالص. انا في انهم مش موجودين دلوقتي يا دادا، عايز اعرف هم راحوا فين. دور عليهم يا عم عليوه، يمكن يكونوا بيتمشوا في الجنينه ولا حاجه. ما انا من الفجر يا ست هانم برش الجنينه من اولها لاخرها ما شفتش حد. يبقوا هربوا. تعالي يا ست محروسه والنبي اطلعي انت دوري فوق، انا هطلع ادور بره. حاضر.
نسيت يا ست هانم، في عسكري بره بيقول ان حضرتك مطلوبه في القسم النهارده. خطف ايه يا فندم بتاع ايه؟ معقوله الهانم هتخطف طفلين؟ ازاي يعني؟ هخطفهم اعمل بيهم ايه؟ الخلاف بينك وبين مرزوق، طلبت منه 3 عيال عشان يشتغلوا عندك في البيت وهو رفض. انا؟ ايوه انت يا فندم. يا فندم وضع الهانم الادبي والاجتماعي ما يسمحوش بالمهاترات دي، وبعدين كمان ما يسمحوش انها تتعامل مع راجل من النوعيات دي. سامحه 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 يا رب، كلنا عبيدك وانت الغاطي. بكره ربنا يعطيني ومش هقدر اعاملك المعامله اللي انت بتعاملها لي دي. اسكت يا راجل انت، ما تتكلمش الا لما اقول لك. اسكت ازاي يا باشا والحقيقه بينكروها قدامك؟ يعني اعتبرني يا باشا بخرب مخ على قدي. فيلة الهانم اهي، ابعت 2 من عند سعادتك للفيلا يفتشوها، هيلاقوا الزهره ماضى هناك عندها. ايه رايك في الكلام اللي بيقوله ده؟ هما فعلا بايتين عندي بقالهم فتره، بس انا ما خطفتهمش زي ما بيقول. امال خدتهم ازاي؟ بس بستلهم من الشباك طلعت زي القطط. بس اخرس يا راجل انت، اخرس بقى واتكلم بادب احسن لك. شفت يا باشا؟ شفت يا باشا؟ شفت اللي بيحصل لي قدامك؟ شفت طايع فيا ازاي؟ وبعدين معاك يا راجل انت. خلاص يا باشا خلاص، مش هتكلم قدام ساحتك الا بتبسبس لي، قصدي لما تشاور لي. والبنتين دول عندك بصفه ايه؟ بعد اذنك يا فندم، تربيه الهانم واخلاقها يمنعوها من انها تتكلم عن عطائها واحسانها. من فضلك يا سامي. من فضلك انت، من فضلك انت، السكوت دلوقتي مش في مصلحتك يا فندم. البنتين دول كانوا جايين الفيلا عشان يسرقوها، وكان معاهم طفل تالت هرب مش شغالين لما مسكوهم، والهانم عشان انسانه طيبه ما رضيتش تجيب البنتين دول وتسلمهم للبوليس، فضلت انها تاخدهم عندها في الفيلا وتراعيهم بنفسها، وجت دلوقتي لحضرتك تقدم بلاغ ضد الراجل ده بالصيغه دي. ظلم ظلم وافترى عليا الكلام ده يا باشا. انا مش قلت لك ما تتكلمش قبل كده؟ اظن الفيصل في المشكله ان احنا نبعت نجيب البنات وناخد اقوالهم. للاسف هربوا من البيت النهارده الصبح، انا صحيت ما لقيتهمش. شفت يا باشا؟ شفت ان كل الكلام كان افترى عليا؟ طب وساعه الجد قالت ايه؟ ما تفرحش كده قوي يعني، لما هيهربوا من بيت الهانم هيروحوا فين؟ هنجيبهم وهيعترفوا بالحقيقه، والمساله مش هتاخد وقت. يا عويس افندي. بس حط الباشا، خد لي حد من المخبرين معاك واطلع على بيت مرزوق، لم لي العيال اللي هتلاقي في البيت كله وهاتها لي. اوامرك يا سعاده الباشا. هنعمل ايه يا سامي في الغلطه دي؟ انت اللي ورطت نفسك يا هانم. ما انا ما اقدرش اسيب ولاد زي دول لسه ما بيفرقوش ما بين الصح والغلط يستغلوهم بالبشاعه دي واقف ساكته. ايوه انا معاك في كل الكلام ده، بس الاول تساليني. اساليني وانا اقول لك تعملي ايه، مش تورطي نفسك في قضيه ممكن في الاخر تتسجني. اتسجن؟ اتسجن عشان بنقذ ولاد تايهين في الدنيا من ايد وحش زي ده؟ هو في ايه يا شويش؟ مين المقصود هنا؟ خليك في حالك انت. خليني في حالي، مش جايز اخدم بس اعرف مين المقصود. كل اللي في المخروبه دي لازم يتقبض عليه. كله 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 كله. اركبي يا بنت العربية وبلاش لمادة. يلا لمادة. دي لمادة اسمي. عملت ايه يا شويش؟ وانت مالك انت؟ خليك في نفسك، مالكش دعوة. انا مش عاوز اي حد قدامي، كل واحد يشوف حاله وإلا هاخده معايا على الاسم. يلا يا بنت توهية اطلعوا على يلا. ما تقلقيش يا لمادة، هبقى اجي ازورك ولو احتجتي هشدلك محامي. يلا يا بنت توهية اطلعوا على العربية. يلا اوعى يا اخويا بالراحة علينا، احنا برضو ولاد ناس يعني مش واقعين. يلا يا بنت بلاش دلع. يلا دخلني العربية الله يعمر. والله يا باشا ما عملنا حاجة، والله ما سرقنا حاجة. أنا عايز أعرف منكم حاجة واحدة، قدام مرزوق اللي مربيكم قدام الهانم، أنتوا كنتوا داخلين فيلا الهانم ليه من 3 أيام؟ ولا حاجة يا باشا، عشان اتكلمي يا لمادة ما تخافيش من حد. قولي الحقيقة، مش مطلوب منكم غير الحقيقه. ما تهددوش البنات بالسيم يا سعاده الباشا، خليهم يقولوا اللي عندهم. ما تنطي يا بنت، كنتوا داخلين الفيلا تعملوا ايه؟ والله والله يا باشا ما دخلنا بمزاجنا. ما دخلتوهاش بمزاجكم وقعدتوا فيها 3 أيام؟ ما احنا يا باشا ما احنا برضو ما قعدناش فيها بمزاجنا. ما كنتوا قاعدين فيها ازاي؟ كنا فايتين من قدام الفيلا بنبيع حاجات، الست الهام بعتت لنا الجناين ينادي علينا وخدتنا والله العظيم وحبستنا يا باشا. ايه انت بتقولي ايه؟ ما جبتش حاجة من عندي يا باشا. مش ممكن، ما تكذبيش يا حدوتة، قولي الحقيقة أنا هحميكي. اتكلمي انت يا منى. خلاص بلاش انت لو خايفة، قولي يا سهى، قولي الحقيقة. الله الله الله، ومسميهم كمان أسامي من عندها. دي أساميهم الحقيقية
اللي في النص دي اسمها حدوته، كانت بايته في حضني امبارح. انا ما اعرفش حاجه عن الست دي، دي كانت موقفه لنا راجل بالسكينه عشان ما نفكرش بس كده يا باشا ان احنا نهرب. انا بناتي بيتهددوا وانا على وش الدنيا، يرضيك بناتي حبايبي حبايبي. ما تصدقهمش، دول بيكذبوا عشان خايفين من الراجل ده. انا مش مصدقه اللي بتعملوه، انتوا بتعملوا كده ليه؟ ليه؟ رمضة، الحمد لله على السلامة يا رمضة. انت تاني؟ رحت لك الاسم عشان اطمن عليكي، ما رضوش يدخلوني، منعوا الزيارة، قالوا لي انك خارجة. طب يا اخوي، سألت عليك العافية. طب اسيبكوا انا بقى واخلع. تخلعي تروحي فين يا بنت؟ انا رجلي على رجلك. نعم يا شطه، في حاجه؟ كنت عاوز اقول يعني اي ولا بقى تتاجل بعدين، انا دلوقتي بقى دماغي تعباني ومش فايقه لك. يلا يا بنت. يا سماح اهدي اهدي، مش كده، العصبيه اللي انت فيها دي مش كويسه عشانك. اهدى ازاي بعد ما اتحبست مع المجرمين واخدت 4 ايام على ذمه التحقيق؟ معلش، ده اجراء قانوني بناء على شهاده البنات، بعدين انت موقفك سليم لان مفيش اي اصل للتعذيب او الاساءه على البنات. والحبس اللي انا فيه والاشكال اللي اترميت في وسطها، انا واقفه على رجلي مش قادره اقعد. اقعد فين؟ اقعد في وسط الاشكال دي؟ مش قادره يا سامي، مش قادره. معلش، انا هتصرف، ما تقلقيش، ان شاء الله هتصرف. لازم تتصرف يا سامي، انا مش قادره ابات هنا. اعمل ايه بس يا سماح، ده قانون، انا كل اللي اقدر اعمله ان انا اخرجك بكفاله على ذمه التحقيق. يعني انا بقيت مجرمه رسمي؟ كل اللي حصل لك ده نتيجه طيبه قلبك، نتيجه جري كره مشاعرك من غير ما تفكري، من غير حتى ما تسمعي نصيحه من اي حد له التعامل مع الاشكال دي. انا مش عارفه هم عملوا معايا كده ليه، دول كانوا امبارح معايا في منتهى البراءه والطيبه. بيمثلوا عليك تمثيليه، بيعملوها على ناس طيبين عادي يعني. مش ممكن الوقت يا استاذ. معلش شويش شويه بس كده. ارجوك ما تسيبنيش يا سامي، من فضلك ما تسيبنيش، انا مش قادره ابات هنا. ما تخافيش، انا هعمل كل اللي اقدر عليه، ما تخافيش. لازم تتصرف يا سامي ارجوك. حاضر حاضر، ما تقلقيش من اي حاجه، المهم دلوقتي ان انا اروح اجيب لك حاجه تاكليها. مش عايزه اكل، مش قادره. يا سماح، كل ده ما منوش فايده، انت مش صغيره، انت انسانه كبيره ومتعلمه ومثقفه، عارفه ان انت في ازمه دلوقتي ولازم تقاومي عشان تعدي منها. بعدين بقى انت مش واثقه فيا ولا ايه يعني؟ واثقه. عيشه عيشه. ايوه افندي، بس الاستاذ سامي بيه. بقول لك ايه، اطلعي كده اوضه الهانم وهاتي كام طقم وحطيهم في شنطتها وتعالي على طول. ليه يا بيه؟ كفالة الشر، هي جرالها حاجة؟ لا ما جراش حاجة، هي جرالها ايه يعني؟ هي اصلها عند دينار صاحبتها، ودينار بقى صممت انها تبات معاها يعني، فقالت لي ان انا اعدي هنا اخد شوية هدوم ليها وارجع لها على طول. بعدين يلا بقى، انا مش فاضي ورايا الشغل. يلا. حاضر يا سامي بيه. والست عملت ايه في الاسم يا سعادة البيه؟ اسم؟ اسم ايه؟ ما هو احنا جالنا عسكري هنا النهارده الصبح وكان عايز زي. الموضوع طلع بسيط وهايف وخلص خلاص. بعدين تقف بتعمل ايه هنا؟ ما تطلع تشوف البوابه المفتوحه دي، انت ما اتعلمتش من اللي حصل ده؟ يا خبر، دولت لو فكروا يهوبوا ناحيه هنا تاني ليلتهم هتكون شغل. طب يلا اتفضل اتفضل. يلا يا عيشه، يلا اتاخرت. زعلانه طبعا. ايه ده؟ لا لا لا، مش قوي كده يا لماضة. ما انا كمان زعلانه، بس هنعمل ايه؟ حكم القوي على الضعيف، وانتي عارفه لو ما كناش قلنا الكلام ده في الاسم احنا كان ممكن ايه اللي يجرالنا. لكن الهانم ما تستاهلش مننا كده، ده احنا عدينا الايد اللي اتمدت لنا، مش عديناها وبس، ده احنا كمان قطعناها. ايه دي؟ لو المعلم سمحك وانت بتقولي الكلام ده وانا هيأذيك. هو انا مش من حقنا نعيط كمان؟ هو احنا حجارة؟ اللي زينا لازم يعود نفسه لا يضحك ولا يعيط. ليه ان شاء الله؟ هو احنا مش بني ادمين؟ ايوه مش بني ادمين، انتوا وحوش، تعبين، ديابه، انتوا اغبياء. انا بخطط لكم تبقوا فوق فوق فوق، ده المستقبل اللي بخططه لكم. وانت يا لماضة، مش بكره تكبر وتبقى عروسه قد الدنيا والعرسان يتلموا عليك كده؟ انا في الوقت ده هعملك برنسيسة، وخالتك كهرمانة هتخليك تنقي العريس اللي انت عايزاه،
ولا عايزه زمايلك اللي في السجن هما اللي نقوا لك العريس؟ لا لا يا معلم. خلاص خليكي حلوه معايا، مفهوم؟ مفهوم يا معلم. وانت يا سهى؟ انا خدمتك يا معلم. انا مبسوط منك قوي يا بنت يا سهى. الليله دي انا عامل لكم حفله تجنن وجايب لكم احلى كباب في الدنيا، هتبقى رقص وفرفشه، والرقصه الجايه ديت هتبقى للبنت لماضه. ايه رايك يا لماضه؟ خلاص يلا بينا يا بنات ورايا. يا كهرمانة الزمان اخصى عليك يا زوقة، يعني مش عاجبك رقصي؟ لا 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 لا، عارفة يا كهرمانة انت لو رقصتي البوليس هيقبض عليك متلبسة بالرقص. طب امشي بقى امشي. مش قصدي يا كهرمانة، مش قصدي. الليلة يا جماعة هنرقص ونفرفش ونفرح وهنعيش مع احلى رقصة في الدنيا. تعالي يا عروستي، تعالي العروسة اهي اهي اقعدوا. لا لا حزموها، حزمي يا حبيبي، وريني شعرك الجميل ده. امسك يا بنت يا سهى، يلا يلا يا ابني يلا. عم عليوة. صباح الخير يا ست هانم، اهلا وسهلا. الأنسة سماح جوه؟ جوه ازاي يا ست هانم؟ هي مش بايته معاكي؟ بايته معايا؟ انا ما شفتهاش من ساعه ما كنت هنا، وبعدين بكلمها على الموبايل ما بتردش، قلت اجي اطمن عليها. ده الاستاذ سامي جه امبارح واخد لها هدوم وقال لي انها بايته عند حضرتك. سامي سامح اهدي، مش كده؟ اهل هاني وصلت والاستاذ سامي معاها. طب انا اذنك يا عم عليوة، هو ايه العباره بالظبط؟ يعني ازاي؟ يعني ازاي اترمي في وسط السفره والمتشردين والمجرمين دول؟ ازاي؟ فهموني. خلاص خلاص بقى يا سماح، احنا مش عايزين حد من الشغالين يعرف اي حاجه عن الموضوع ده. والحمد لله يا سماح برضو انها جت على قد كده. على قد كده ايه يا دينار؟ ما انا خرجت بكفاله والقضيه ماشيه. انا كده اسمي عامله جريمه، عارفه يعني ايه عامله جريمه؟ ان شاء الله هتخرجي منها براءه، انا واثق من كده ومتاكد كمان. وحتى لو كده انا عايز اعرف هم عملوا كده ليه. انا عملتهم معامله كويسه جدا، وهم وعدوني انهم مش هيعملوا الحاجات اللي بيعملوها دي تاني. طب اهدي اهدي بس، اللي حصل ده شيء طبيعي جدا. طبيعي ازاي؟ بقول لك وعدوني، اطلع انا في الاخر متهمه ويودوني الاسم. يا سماح يا حبيبتي، ده شيء متوقع من امثالهم. متوقع ازاي يا دينار؟ مستحيل يكون متوقع، دول بني ادمين زينا، يعني بيحسوا وعندهم مشاعر، اكيد وراهم دوافع فظيعه اللي خلتهم يعملوا كده. انا مش هرتاح الا لما اوصل لحل مع الناس دول. تاني يا سماح تاني، انت مفيش فايده فيكي ابدا. جرالك ايه يا سماح؟
انت ما حرمتيش بعد كل اللي عملوه فيكي؟ انا مش ههدى يا دينار الا ما اعرف عملوا فيا كده ليه. انا لازم اخش جوه الناس دول واعرف تاثير الراجل ده عليهم ايه واحاول انقذهم من اللي هم فيه. الو دينار، انا سميح. بقول لك ايه، فاكره المكار اللي كان بيحط لنا مكياج في مسرحيات الجامعه؟ لسه معاكي تليفونه؟ طب بقول لك ايه، كلميه خدي لي منه ميعاد بكره ضروري. هقول لك بعدين. خلاص بقى هقول لك بعدين، ما تبقيش زنانه. يلا باي. يا ترى بتقول ايه عننا دلوقتي؟ انت لسه بتفكري فيها يا لمضه؟ مش قادرة انساها ابدا يا بنتي. فكري في مستقبلك. مش يمكن الهانم دي هي اللي كانت هتعمل لنا مستقبلنا؟ كان ممكن، بس لو المعلم مرزوق ما كانش له وجود في حياتنا. يعني ايه؟ يعني احنا مش هنعرف نخلع منه يا بت؟ ولا نخلعه من دنيتنا الا برضاه. وده يتم ازاي بقى يا الدلعه دي؟ يتم ازاي؟ انه يوافق على موضوع جوازك. قلتيلي. شيل الاسطوانه المشروخه دي من دماغك، ولما تتكلمي معايا ما تتكلميش في الموضوع ده، يا كده يا اما تتخني احسن. بتقولي ايه؟ بقول لك جايبه لها مخرج يدربها على التمثيل. لا دي تبقى كده فعلا اتجننت رسمي. اكيد هي في دماغها حاجه ومش عايزه تقول عليها. وحاجه تقل التمثيل هينفعها في ايه؟ يا تروح تمثل ولا كنتش يعني ناوي تشتغل كومبارس في السينما ولا في المسرح؟ ايه يا امجد اهدى، مش كده المساله، مش محتاجه كل الانفعال ده. ثم انت يعني منفعل قوي كده ليه؟ ايوه صحيح، انا منفعل كده ليه؟ مش عارف، يمكن احساسي ان انا مكان عابر عشان كده منفعل بانفعالاته. ولو، وبعدين احنا مش اتفقنا ننسى الموضوع ده بقى؟ وعلى فكره انت لو انفعلت عليها بالشكل ده ممكن هي كمان ترد عليك باسلوب ممكن ما يعجبكش. معاكي حق، بس برضو الموضوع ده ما يتسابش كده، احنا لازم نعرف ايه ورا اللي بتعمله ده. انا من رايي نكلم الدكتور عبد السلام، وهو من خلال كلامه معاها ممكن يعرف لنا بالظبط هي حالتها ايه. وده لازم يتم باقصى سرعه، بس للاسف انا مستعجل جدا، لازم اروح الحق قضيه الاستاذ اللي عامله رد فعل في الراي العام ملوش مثيل، عشان اخد لي كادرين ينزلوا في الجورنال بكره مع التحقيق. ايه ده بقى يا استاذ امجد؟ قضيه ايه واستاذ مين؟ الاستاذ سامي وقضيته اللي رافعها على مخرج السينما المشهور بسبب تشويه وجه مصر. طب ما دي فرصه كويسه جدا يا امجد ان انت تحكي له على اللي بيحصل لسماح وتاخد رايه. طب واحكي له لوحدي ليه؟ ما تيجي معايا ونحكي له سوا انا وانت. اوكي؟ اوكي. يلا بينا؟ يلا. انا مش قادره افهم ايه حكايه سماح دي. ايه الحكايه بس؟ لما كان عابر عايش سماح كانت قريبه مننا جدا، كانت عايشه وسطينا، لكن بعد ما مات معقوله نسيبها كده ما نسالش عليها ولا كاننا نعرفها؟ احنا ما سبناهاش لوحديها ولا حاجه، وكل اللي انا اعرفه اللي قاله لي امجد انها مستمريه في البحث بتاع اولاد الشوارع، وانها عايزه تطبق الجزء النظري تطبيق عملي، يعني تنزل للواقع وتعيش مع اولاد الشوارع على الطبيعه. ما قلناش حاجه، بس ده في خطوره عليها ولازم حد ينبهها بده. واحده زي سماح من عيله كبيره ومستوى اجتماعي ما يسمح لهاش ابدا انها تنزل وسط دول، هتعمل معاهم ايه دول؟ ما تنسيش ان اللي قرب ما بين عابر وسماح ان افكارهم زي بعض، هو مؤمن بمحاربته للفساد في اي مكان، وهي مؤمنه بتغيير واقع اولاد الشوارع. تعرف يا عرفه احلى حاجه في الدنيا دي ايه؟ ان كل اتنين بيحبوا بعض يكونوا متفقين على فكر واحد ودماغهم زي بعض. ده جميل، بس مش في كل الاحوال، لان كل واحد ليه شخصيته المستقله واسلوبه في التفكير. ده اكيد، انا متفقه معاك ان مفيش حاجه اسمها فكر واحد، لكن في اتفاق على فكره، لان كل واحد فينا مختلف عن التاني
ومع مرور الوقت كل واحد فينا بيتأثر بالتاني بمبادئه بأفكاره، خصوصا لو كانت المبادئ دي والأفكار دي سليمة 100%. يا أستاذة زينب هو احنا كل ما نخرج مع بعض تقولي لي المبادئ والأفكار والقيم والشغل؟ أنا عايز نتكلم عن روحنا بقى. طب ما تتكلم، هو في حد حيشك؟ وانت خليتيني أعرف أقول حاجة. أهو أديك اتلخبطت. أنا ما اتلخبطتش ولا حاجة، أنا كنت بس عايز أقولك إن في حد قبل كده قالك إن عينيكي حلوة قوي. أنت حاسة برفض لشخصيتك يا سماح؟ رفض إيه دكتور؟ ما أنا كويسة أهو، ولا حضرتك شايف غير كده؟ بصراحة يا بنتي اللي أنا شايفه إنك ما شاء الله عليكي. تاتشود، أنا خايف لحسدك. يعني أنت لسه مصممة على الموضوع اللي في دماغك ده؟ طبعا مصممة. يا بنتي فكري كويس، ده موضوع مش سهل. أنا خلاص يا دكتور، فكرت وقررت. حلوة أوي أوي أوي. خلصونا يا واد أنت وهو. أحلى صباح ومسا يا معلم. دول بقى بتوع سوبر ماركت إياه. شديد يا ولا. ها غيره؟ دول اللي طلعت بيهم معلم. أي خدمة يا عمونا؟ تمام يا لولو تمام. ها غيره؟ وصعيد أنت وهي. مساء الفل يا فل. معلش يا معلم، دول بس اللي عرفت أخلصهم. ياه ده كتير قوي. عارفة يا بنت عنتكة؟ أنت الفزوخة بتاع القعدة، بتاع الحتة دي كلها. أنا سايبك بس عشان بتفائل بيك، خايف أرميك تصعب علي. وده بقى يا معلم اللي قدرت أجيبهولك النهاردة. جدعة يا بنت لمادة. أنت عارفة يا بنت لمادة؟ أنا عايز أعملك الألفة بتاع العيال دي كلها زي الواد الكتف. وماله يا معلم؟ ما يضرش برضه. يلا يا بيت أنت وهي. ايه ده؟ معقولة يا كهرمانة ولاد المعلم يجيبوا غلة قليلة كده؟ اود وش فين من العيال؟ ما هم دول يا معلم اللي بيوردوا لك العيال اللي بيجيبوا لك الألوفات، يعني ليهم في الغلة كلها. عندك حق يا كهرمانة، المفروض ان العيال دي تتفرغ لتجنيد العيال وبس. يلا يلا كل واحد على الخن بتاعه. فين الفراوده؟ مع مين يا معلم؟ تحت امرك يا معلم. في عمليه كبيره قوي هتشتركوا كلكم فيها برابطه المعلم. بس كده؟ من ايدك دي لايدك دي يا معلم. يلا بينا بقى اطلعكم على الخطه واقول لكم ساعه الصفر امتى بالظبط.